أهلا وسهلا لكل المتابعين ولكل الأصدقاء. لا يستطيع أحد أن يسلبك من حس المواطنة، وهي ليست حكرا لا على الأغنياء ولا على الفقراء، ليست حكرا لا على الكبير ولا على الصغير. فمن المشاريع التي قام بها الإنسان كانت مغامرة المواطنة، وهي من المشاريع الأكثر إثارة للدهشة والأكثر خطورة كما يقال. فأن تكون لك مواطنة حقة معناه أن تكون لك حقوق وواجبات، وأن يكون لك موطن وكرامة. فالمواطنة أكثر من مجرد العيش في مكان ما دون كرامة، والمواطنة هي سعي لتحقيق مقولة الإنسان وفق ما يضمن كرامة الإنسان. حكايتنا اليوم عن المواطنة وعن الخيانة. ما نستفاد من لقائه بالمستعمر، ومن أصبح بعد خروج الاستعمار غنيا وقائدا يستولي على الزرع والضرع، ومن دفع الدم والثمن غاليا ولم يرضى الهوان والذل، وكان رده قاسيا مدويا في صفحات التاريخ المطموس والمنسي من أرشيف تاريخنا. في هذه الحلقة نسلط الضوء على حكاية طفل يدعى عبد الرحيم إنوس، أصغر وطني عمره لا يتجاوز 14 عاما، حكم بالإعدام ولم يشفع لا عمره ولا حسه الوطني. وكانت حكايته وعشقه للوطن حكاية حب من طرف واحد. ما حكايته وما قصته ولماذا أعدم؟ تلك هي حكايتنا اليوم. ابقوا معنا لاستكمال تفاصيل هذه الحكاية من بدايتها إلى نهايتها. ينتمي الطفل عبد الرحيم إنوس إلى خلية شيخ العرب، والتي قامت على فكرة مفادها تصفية الخونة بكل ألوانهم وأشكالهم من المغاربة. ولد الطفل عبد الرحيم إنوس سنة 1951 في أوج الحركة الوطنية وفي أوج العمليات الفدائية بمدينة مراكش، من أسرة لصيقة بالمقاومة وجيش التحرير، من أسرة بسيطة وفقيرة تعيش على الكفاف كما أغلب الأسر المغربية التي التحقت بالمقاومة وجيش التحرير. نشأ الطفل عبد الرحيم إنوس على حس المواطنة وعلى سماع أحاديث المقاومة ومقاومة الاستعمار، وعلى أسماء كبيرة: الفقيه البصري، الزرقطوني، شيخ العرب، ومحمد البقال. كان عبد الرحيم إنوس شعلة من الذكاء ومن الحركة الدائبة بين المناضلين في إيصال الرسائل بين المقاومين وجيش التحرير. تحمل مسؤولية كبيرة وهو صغير السن، إلى جانب التحاقه بالتعليم الأولي. تعلم رفقة عناصر جيش التحرير وخلية شيخ العرب حمل السلاح والتدريب القاسية وتحمل الأعباء والأسرار، وكان له ما أراد. بدأت تتشكل شخصيته النضالية بلقاء المناضلين من أنحاء المغرب والتعرف عليهم والتعرف على وجوههم وعلى مؤامرات المستعمر، ومعها كذلك مؤامرات الخونة. ومن هنا انطلق في عالم المقاومة المغربية وفي رحابها. فصل أول هذا فقط، ولكن هناك فصول متتالية في حكاية هذا الطفل عبد الرحيم إنوس.
بعد إقصاء رموز المقاومة وأعضاء جيش التحرير، قامت خلية الشيخ العرب ومن عملياتها الكبرى إعدام عميد الشرطة كويزة أحمد الهواري بمدينة أكادير، وتناسلت العمليات لتطهير البلاد من الخونة ومن العملاء، وتمت تصفية العميد أقبلي بمدينة بني ملال في 17 مارس 1960. بعدها سيقوم المساعد الأول مولاي الشافعي بمراكش بإعلان حالة من العصيان في جبهة لمراكش، وهنا عاش الطفل إنوس عبد الرحيم وصديقه عبد الله باشوش فصول عمليات هذا التمرد وفصول عمليات هذا العصيان، حيث قاد القبطان الحسن الغول فرقة من القوات المسلحة لسحق هذا العصيان بكامله، سحق هذا العصيان بكامله دون شفقة ودون رحمة ودون محاكمة. وهنا سيتم مقتل مولاي الشافعي والتنكيل به. خلف مقتل مولاي الشافعي وعناصر من خلية شيخ العرب بالجبال المحادية لمراكش أثرا بليغا في نفسية الطفل عبد الرحيم إينوس، عمره لا يتجاوز 10 سنوات، ورفقة صديقه عبد الله باشوش الذي كان يشتغل سكليسي ومخلفا أثرا عميقا وجرحا غائرا في نفسيهما. ازداد هذا الجرح بمقتل شيخ العرب، والطفل عبد الرحيم إينوس ينمو شيئا فشيئا، مما جعله يحمل مسدسا رفقة صديقه عبد الله باشوش ويطلق رصاصات قاتلة على القبطان الحسن الغول. وهنا انتهى فصل ليبدأ فصل جديد في حكاية الطفل عبد الرحيم إينوس وكيف انتقم من القبطان الحسن الغول ولصديقه مولاي الشافعي ولخلية شيخ العرب. صرح عبد الرحيم إينوس في المحكمة العسكرية سنة 1965 وفي عز حالة الاستثناء التي أعلنها الملك الحسن الثاني ومقتل الشهيد المهدي بن بركة أنه قضى على حياة مجرم اغتال الكثير من أبناء الشعب المغربي البررة، وأن ما قام به يعتبر واجبا وطنيا لأنه تربى على رفض الظلم وعلى رفض الاستغلال وعلى رفض الخيانة في ظل الاستعمار الفرنسي، فكيف يقبلها في عهد الاستقلال وهو فعل صادر من المغاربة ضد المغاربة. إعدام القبطان الحسن الغول في نظر عبد الرحيم إينوس وتصريحاته أمام المحكمة هو إعادة رد الاعتبار لشيخ العرب ولكل من قام بقتلهم هذا القبطان بدم بارد. كانت كلمات عبد الرحيم إينوس مدوية في صرح المحكمة أمام اندهاش الجميع وأمام اندهاش من حضروا المحاكمة بشجاعة طفل، بشجاعة كبيرة لا تتصور، غير خائف ولا مذعور. بالمقابل حكمت المحكمة بالإعدام في حقه وفي حق صديقه عبد الله باشوش، ونفذ الإعدام سنة 1965 في أجواء مضطربة من فوضى تسود المغرب. وأثناء المحاكمة أثناء تنفيذ الإحكام رفض عبد الرحيم إينوس وضع عصابة على عينيه كما العديد من المقاومين في جيش التحرير وفي المقاومة المغربية كانوا يرفضون وضع عصابات على أعينهم، وقال في كلمته الأخيرة: أنا مستعد
لأموت من أجل وطني. يعتبر عبد الرحيم إينوس ورفيقه عبد الله باشوش من أصغر المقاومين المغاربة، ولكن للأسف الشديد لم يذكر لهم أي شيء في أرشيف المقاومة المغربية سوى لقطات هنا ومشاهد من هنا وهناك في تاريخ مغلوط ومطموس في حقهما وفي حق أجيال عديدة من المغاربة. نأتي إلى نهاية حلقتنا، كل المنى، شكرا لتفاعلكم ولتوضيحاتكم ولتعليقاتكم ولدعمكم المستمر للقناة وللمحتوى. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. كل المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.